بشرة هنا فهود، هذا صديقة حسام وأني هنا. شو راح نسوي اليوم حبيبي؟ راح نسوي تنظيف قشرة. حضرة فيشال أوكي كلش ويانا بعض. يلا أوكي، أول خطوة راح نمسح الميك اب. بدينا مرحلة انه خلينا غسول للبشرة حتى نهيئها للتنظيف بشكل صحيح. هسه بدينا مرحلة انه خلينا ايه يا حلو. هسه بنسوي جهاز الهايدروفيشل. اوكي. بيضخ لنا احمال رطب البشرة وتغذيها، نسحب الدهون والشوائب منها. ولا هي ماكو اي دهون الشوائب. هاي اعتبرها مجاملة. لا والله كلش حلو ما شاء الله بشرتك. يا روح. بس طبعا مهما يكون البشرة محتاجة. تحتاج كل فترة تنظيف بشرة. وحق النظارة حتى يعني نغذيها مثل نقول. اي نعسك. والله يدها عافية حبيبتي. اي ريام هلا خبرينا شو عم تعملي. هسه خلينا سكراب البشرة. حتى نقشرها ويا البخار وراها راح نشتغل سنارة. سنارة تأذي مو؟ لا فيتي ما تأذي. يلا اوكي. شو عم تعمل يا حلو؟ نسوي هسه سكراب البشرة. ايه قشر وراها نسوي سنارة. بدك تسنري لي بشرتي؟ ايه اكيد. ما بتوجع عينه؟ لا ابد. صف عمرك. انا حاطة قلم الحاجة لبنانية. ايه مسكت له وشه لجوزه وين بدي يروح لحالي انا؟ يا دل يا دل راح الزلمه. شو اسم البنت؟ لا سالي. ولي على قامتي ولك سوسو. ايه سالي حرام على سالي عرق. ولد سالي. مرحلة هلا وهسه حبيتهم اثنينهم حكوا. ايه كملوا. انا ما عندي كات ترى. ايه بس بيكملوا السحقات تنزل عادي. هسه مرحلة السنارة. طيب ايش قد مهم وضروري يعني السنارة للبشرة وكل ايش قد لازم نسويها؟ هي تنظيف البشرة لازم كل شهر. اوكي. السنارة بس للي يشتغلها صح، يعني مو مثلا نأذي نفسنا بيها. اوكي. وبالضرورة نحمر المنطقة بالضبط أو... انه نشتغلها على كيفنا سوي الجلد حتى ما تأذينا او تسوي لنا سايد افكت. اوكي حلو. هسه نخلي ماسكات اللي ترطب البشرة وتغذيها بعد السنارة نقلص المسام. هذه الماسكات الربيعية كلش باردة. كلش باردة ومنعشة وريحتها طيبة. ماسك الزعفران. الزعفران عاشت ايدك يا حلو. الف عافية. عاشت ايد اللي صور. شكرا. طبعا حبيت الماسك حيل لانه منعش وبارد. هو بس عليش طلع حلو في دواء القلب حبيبتي بصراحة، يعني ينطيكم انتعاش مو طبيعي، تحسون البشرة قاعدة تشربه، فاجب الوقت الصح. برافو عليش عشتيدش. الف عافية حبيبتي. ايه شو اورجينال هاللوك حبيبي؟ شو صارت تحكي لبناني؟ شو بدي ساوي؟ ما انت حاطت لك وحده لبنانيه عم تعمل لك وشك زين. اللغه ما تيش ليش تحولت؟ ما بعرف بدي اتغنش. خليتي من هذا الاخبار؟ اي كلش يخبل. شنو منعش؟ مال غنم. وين وصلت؟ ما ادري وصلت هذا الاخبار حبيته بارد. اي اني هم بس انا طوني فاصل التالي. لا مكيف مع الجمال. ها حسام الله بالخير. اقول ساكتين خامسين وحدهم. خلى روح عمي خلى روح. يلا تعالوا تعالوا. بس انا عندي 5 منت استراحة. اوكي خليت هذا الماسك الحلو الجميل اللطيف البارد على قولة فهد، ومن بعدها نشوف شنو يصير وراها. ماسك ايضا بارد جدا 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 طبعا وخفيف على البشرة، هيك ينطيها انتعاش مو طبيعي. وبعد هذا الماسك ايضا راح اصور لكم. طبعا هي البنوتة قالت لي لا تصوري، بس انا ما اقدر ما اصور لكم اياه،
يخبل بار الثلج. مشتاقين دكتور؟ مال قلبك شو الاخبار؟ نورتنا اليوم في دول عمرك. هسه بعدين خلينا نكمل تصوير عندنا هواي سوالف. اكيد طبعا. ملكات جمال واوروبا. امشي شلون شفتوهم؟ يموت. حلوه اللي ربحت؟ ايه ايطاليه. ايطاليه اي جنن. حبيتها لانه مو طويله قصيره. هي طولها زين. لا زين 160 اظن. 165 هذا بالنسبه لي احلى طول. اوكي تمام. انت عوفك من الطاقه غير. لا هو ينطينا طاقه حلو. يسحب الطاقه السلبيه وريلاكس يخليش يعني بالضبط. كلش حلو حبيته. بس ذاك الفيديو كان احلى. هاي شنو حبيبي؟ هسه نسوي مساج بالكرات الباردة. حبيت الطابات حيل البشرة كلش. ألف عافية قلبي نورتونا اليوم. بشرة كلش حلوة. عافية وتتدللين علينا. يعني نفسين واحد يرتاح صراحة لما ينظف بشرته.